أولا أنا طبعا تخصصت أو درست هندسة معمارية من جامعة الإمارات. نعم. أثناء دراستي للهندسة وتواجدي في الجامعة بدأت أنشر كتاباتي في الصحف والمجلات. نعم. واتحاد كتاب العرب، أيضا انضميت لرابطة أديبات الإمارات. جميل. وشاركت في أنشطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. فخلال دراستي قدرت أتمكن وأنمي مهارتي في كتابة النصوص، وشاركت في عدد من الجوائز. نعم. وحصلت على جوائز مثل جائزة المرأة الإماراتية للآداب والفنون. أيضا شاركت في بعض الأنشطة الثقافية في جامعة الإمارات، فحصلت على جائزة القصة المحكية. بعد تخرجي من الجامعة عملت في مجال وظيفتي كمهندسة معمارية. أيضا استمريت في كتابة النصوص وإصدار المجموعات القصصية. نعم، يعني مريم أنت من الهندسة وفي فترة الدراسة رحتي إلى هذه المنطقة، المنطقة الأدبية نقول، شو اللي وداك لهذه المنطقة؟ هو أنا كنت أحب القراءة والكتابة أيام حتى دراستي. نعم. في المدرسة، ولكن مع دخولي للجامعة أعطتني حيز أكثر عشان أبدأ أتعرف على جهات حكومية. نعم. أيضا بدعم من أهلي اللي وقفوا معي. هل كان لهم تأثير عليك في موضوع القراءة والاهتمام بالقراءة؟ في حد خارق في العائلة من يعني شئتي وانت تشوفين حد يحب القراءة قدامك؟ عائلتي بشكل عام تحب، وعندي خواتي متفوقات في الدراسة، ووالدي ووالدتي يشجعونا على القراءة والاطلاع. نعم.